السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية باتنا لنعرفكم عن المصنع لإنتاج الإسمنت بباتنا بعين توتا، وكذلك على العملية التصدير الضخمة التي عرفها هذا المصنع في يعني الأيام القليلة الماضية. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا المصنع وما فعله. إذن والسلام عليكم. شركة إسمنت عين التوتة، وبعد بلوغها نسبة عالية من الإنتاج التي مكنتها من سد حاجيات السوق المحلية، هي اليوم تكتسح السوق العالمية بمادة كلانكر بفضل جودة المادة الأولية وكفاءة اليد العاملة بها. يسهر مخبر مراقبة الجودة بمراقبة جميع المواد التي تدخل في تكوين مادة الإسمنت. شركة إسمنت عين توتة لولاية باتنا طاقة إنتاجها 1,000,000 طن من الإسمنت و370 ألف طن من الحصى والرمل بجميع الأحجام، وتشغل حوالي 850 إلى 900 عامل. أما فيما يخص التصدير فسياسة المجمع تدخل في إطار السياسة العامة للدولة، وهذا لإدخال العملة الصعبة خارج المحروقات. شحنات هائلة من تصدير مادة الكلينكر تتجه إلى ميناء سكيكدا وجيجل استعدادا لولوج أسواق أمريكا ودولة كوت ديفوار. من خلال عملية إعادة انتعاش المؤسسة اللي دخلت في عملية إنتاج الثروة من سبتمبر 2022 إلى اليوم إلى 360 ألف طن، وبمجموع إجمالي 12 مليون دولار، والعملية متواصلة من خلال هذه المؤسسة الوطنية العمومية اللي راهي تعمل من أجل الاكتفاء المحلي والتصدير خارج نطاق المحروقات. بدرجة حرارة تفوق 1,000 درجة مئوية، ومن هذا الفرن تتم عملية تحضير مادة الكلينكر المستخلصة من مواد أولية محلية. شيكا فرع باتنا، هذا الفرع اللي يوظف أكثر من 900 عامل مباشر من خلال عملية إعادة انتعاش المؤسسة اللي دخلت في عملية إنشاء إنتاج الثروة والاكتفاء المحلي والأسلوب أيضا التوظيف والتصدير خارج المحروقات. اليوم المؤسسة لحقت من سبتمبر 2022 إلى اليوم إلى 360 ألف طن، وبمجموع إجمالي 12 مليون دولار تقديريا، ومن جانفي الى اليوم وصلت الى 90 الف طن تصدر الى الخارج بمبلغ اجمالي 3 مليون دولار، يعني بمجموع اجمالي حوالي 15 مليون دولار ونص. هذا التوجه الى اوروبا وغرب افريقيا وايضا الى امريكا، والعمليه متواصله من خلال هذه المؤسسه الوطنيه العموميه اللي راهي تعمل من اجل الاكتفاء المحلي والتصدير خارج نطاق المحروقات.